السلام عليكم طلاب كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة قسم العلوم المالية والمصرفية المرحلة الثالثة الدراسة الصباحية نظام محاسب موحد الكورس الثاني. مدرس المادة مدرس مساعد هدى محمد رضا. اليوم إن شاء الله محاضرتنا حتكون المحاضرة السابعة من الكورس الثاني. الموضوع هو القروض الممنوحة. شوية أنطي فكرة جدا موجزة عن القروض الممنوحة. طبعا الدليل المحاسبي الخاص بها هو 14. شنو هي المقصود بالقروض الممنوحة؟ القروض الممنوحة هي مبالغ نقدية اللي الوحدة الاقتصادية تقوم بإقراضها للغير. هاي تكون إما بشرط ضمان أو بدونه، يعني بدون شرط ضمان، وقد تكون بفائدة أو بدون فائدة. يجعل هذا الحساب اللي هو القروض مدينا بقيمة ما يحصل عليه الغير من النقدية، ودائن بقيمة ما يسترد من هذا الإقراض. وهسه راح أوضح هاي المقطع الأخير من الشرح من خلال المعالجات القيدية اللي هاي بداية الشرح اللي ذكرناه. بالبداية مثل احنا ما متعلمين شنو هي المعالجات القيدية اللي احنا نستخدمها في كل موضوع، افهمها احفظها، من يجيني السؤال انا استذكر هذا يا موضوع ابدي احل المعالجات القيدية. اما حسب السؤال اذا حددت لك اي معالجات قيدية انت تكتب مثل ما هو مطلوب منك، ما حددت تذكر القيود الخاصة بكل موضوع. واضح؟ هسه بالنسبة لي المعالجات القيدية بها ثلاث معالجات. أولا قيد منح القرض للعملاء. النقطة الثانية قيد استحقاق واستلام مبلغ الفائدة السنوية. طبعا هاي تكتب في نهاية كل سنة، تكتب في نهاية كل سنة. والمجموعة الثالثة من القيود اللي استخدمها بموضوع القروض الممنوحة هي قيود استلام قيمة القرض مع فائدة آخر سنة. بالنسبة لي القيد الأول اللي هو قيد منح القرض للعملاء، شو راح يكون؟ حيكون من حساب القروض الممنوحة. طبعا حسب القطاع من يجي إليك بالسؤال، قد يكون قطاع خاص أو قطاع عام أو قطاع تعاوني وإلى آخره، إلى حساب، بما أنه قيد منح إذا حيكون إلى حساب نقدية لدى المصارف، والدليل المحاسبي أنا ما أنسى. واضح؟ بالنسبة للمجموعة الثانية من القيود اللي هي قيود استحقاق واستلام مبلغ الفائدة، طبعا هاي مثل ما ذكرناها تكتب في نهاية كل سنة. هاي عندي هنا بيها قيدين، قيد استحقاق وقيد استلام. بالنسبة للقيد الأول قيد استحقاق مبلغ الفائدة السنوية، هيكون من حساب إيرادات مستحقة لدى العملاء، وما أنسى الدليل المحاسبي، إلى حساب فوائد دائنة، أيضا ما أنسى الدليل المحاسبي. بالنسبة لفرع باء، بالنسبة للمجموعة الثانية من القيود، قيد استلام مبلغ الفائدة السنوية، هنا راح يكون من حساب نقدية بالمصرف، وما أنسى بما أنه استلام، إذن الصندوق راح يستلم هذا المبلغ الخاص، دليل المحاسب ما أنسى، إلى حساب إيرادات مستحقة لدى العملاء. بالنسبة للمجموعة الثالثة، قيود استلام قيمة القرض زائد الفائدة آخر السنة. هنا عندي ثلاث قيود أستخدمها. أول قيد قيد استلام القرض، القيد الآخر استحقاق، والقيد الأخير استلام. بالنسبة للقيد الأول قيد استلام قيمة القرض، بما أنه استلام إذا الصندوق استلمه من حساب نقدي لدى المصارف، إلى حساب القروض الممنوحة حسب القطاع، سواء كان مثل ما ذكرنا خاص أو عام وإلى آخره. بالنسبة للقيد الثاني من المجموعة الثالثة من القيود الخاص بموضوع القروض الممنوحة، حيكون قيد استحقاق مبلغ الفائدة السنوية، حيكون من حساب إيرادات مستحقة لدى العملاء، وما أنسى الدليل المحاسبي، إلى حساب فوائد دائنة. أما بالنسبة للقيد الأخير من المجموعة الثالثة من القيود هو قيد استلام مبلغ الفائدة السنوية، راح يكون من حساب نقدية لدى المصارف أو بالمصرف نفس المعنى، إلى حساب إيرادات مستحقة لدى العملاء. طلاب لازم ننتبه، هنا قيد استلام مبلغ الفائدة، واضح؟ وهنا قيد استلام قيمة القرض، لازم تفرق ما بين القيدين، واضح؟
هسه راح أوضحها من خلال المثال. مثال: في 1/1/2007 تم منح قرض من الشركة العامة للتجارة إلى الشركة العامة للنقل بمبلغ 50 مليون دينار، 50 مليون دينار لمدة 3 سنوات وبفائدة 7% تدفع في نهاية السنة اعتبارا من تاريخ منح القرض. وش وقت منح القرض؟ في 1/1/2007 ولمدة 3 سنوات. طلاب رجاء انتبه بهذا الموضوع، المبلغ، مبلغ القرض ايش قد، والفترة الزمنية والفائدة، هاي اخليها في ذهني، زائدا اخلي ببالي المعالجات القيدية. احنا ذكرنا ثلاث مجاميع او ثلاث مجموعات قيدية اني احفظها وافهمها في هذا الموضوع. المطلوب اعداد وتسجيل القيود المحاسبية اللازمة للعمليات اعلاف وفقا للنظام المحاسبي الموحد. إذا علمت أن رمز الدليل المحاسبي لنقدية المصارف، أكيد راح أني أرفق لكم جدول بالامتحان النهائي إن شاء الله. إذا كان سؤال، إذا كان اختيارات أيضا راح أرفقه سواء كان اختيارات أو صح وخطأ وإلى آخره. مثل ما إحنا عرفنا أولا هذا شنو؟ قروض ممنوحة. هو طبعا هذا الموضوع القروض موضوع واسع، لكن إحنا راح نتطرق إلى القروض الممنوحة لأنه هو خص مجالكم. بالنسبة للقيد الأول، قيد منح القرض، شلون راح يكون قيد؟ حيكون بقيمة القرض اللي هي شقد؟ 50 مليون دينار، من حساب القروض الممنوحة لعملاء قطاع عام 50 مليون إلى حساب نقدية لدى المصارف بقيمة 50 مليون دينار والدليل المحاسبي ما أنسى. هذا بالنسبة للقيد الأول. القيد الثاني: قيود استحقاق واستلام مبلغ الفائدة السنوية بأي تاريخ؟ احنا ذكرنا في نهاية كل سنة. نرجع للقيود نستذكرها، عمود لا تنساها طلاب، نانا تكتب في نهاية كل سنة، واضح؟ شو راح يكون؟ القيد الأول هو قيد استحقاق، قيد استحقاق مبلغ الفائدة السنوية. شو راح استخرج مبلغ الفائدة؟ قيمة القرض في الفائدة في الفترة الزمنية. هسه عندنا هنا شنو؟ 50 مليون دينار في 7% وهي سنة واحدة للسنة الأولى من 1/1 إلى 31/12/2007، راح استخرج قيمة مبلغ الفائدة اللي هو 3,500,000 دينار. راح يكون القيد المحاسبي من حساب إيرادات مستحقة لدى العملاء بقيمة 3,500,000 إلى حساب فوائد دائنة بقيمة 3,500,000. القيد الآخر ضمن المجموعة الثانية اللي هي قيود الاستحقاق، قيد استلام مبلغ الفائدة السنوية، حيكون بقيمة 3,500,000 من حساب نقدية لدى المصارف أثبت الدليل المحاسبي إلى حساب إيرادات مستحقة لدى العملاء بقيمة 3,500,000. المجموعة الثالثة من القيود، المجموعة الثالثة من القيود كمل. احنا ايش اخذنا؟ اخذنا قيد منح القرض، قيد استحقاق واستلام مبلغ الفائدة السنوية، هاي بالنسبة للسنة الأولى. نكمل، احنا مثل ما عرفنا بالبداية انه هي 3 مجاميع قيدية، لكن هنا لمدة 3 سنوات، يعني انا القيد المجموعة الثانية هنا راح تتكرر بالسنة الثانية، حيكون قيود استحقاق واستلام مبلغ الفائدة السنوية في تاريخ 31/12/2008، ايضا بيها قيد مجموعة قيدين، قيد استحقاق مبلغ الفائدة وقيد استلام مبلغ الفائدة. أيضا راح استخرج الفائدة بالنسبة للسنة الثانية نفس الطريقة اللي استخدمناها بالسنة الأولى، 50 مليون في 7%، استخرجنا المبلغ 3,500,000، حيكون قيد الاستحقاق بقيمة 3,500,000 دينار من حساب إيرادات مستحقة لدى العملاء إلى حساب فوائد دائنة بقيمة 3,500,000 دينار. القيد الثاني هو قيد استلام مبلغ الفائدة السنوية،
الخاص بالسنة الثانية إلى 31/12/2008 حيكون بقيمة 3,500,000 دينار من حساب نقدية لدى المصارف والدليل المحاسبي أكيد أنا ما أنساه إلى حساب إيرادات مستحقة لدى العملاء بقيمة 3,500,000 دينار. بالنسبة للمجموعة الثالثة من القيود اللي هي قيود استلام قيمة القرض مع فائدة آخر السنة، عندي بيها 3 قيود: قيد استلام قيمة القرض، قيد استحقاق مبلغ الفائدة، وقيد استلام مبلغ الفائدة للسنة الأخيرة السنة الثالثة، لأن هو هنا ذكرت 3 سنوات من 1/1/2007 ولمدة 3 سنوات. هسه قيد استلام قيمة القرض هو شقد قيمة القرض؟ 5,000,000 دينار، فرح يكون 50,000,000 دينار حيكون من حساب نقدية لدى المصارف بقيمة 50,000,000 دينار إلى حساب القروض الممنوحة لعملاء القطاع العام بقيمة 50,000,000 دينار. القيد الآخر هو قيد الاستحقاق، قيد استحقاق مبلغ الفائدة، أي فائدة سنوية في تاريخ 31/12/2009. نفس الحالة رح استخرجه بالنسبة للسنة الثالثة 50,000,000 في 7%، رح استخرج قيمة الفائدة اللي هي 3,500,000 دينار، حيكون القيد المحاسبي القيد الاستحقاق مبلغ الفائدة 3,500,000 دينار من حساب إيرادات مستحقة لدى العملاء، أثبت الدليل المحاسبي إلى حساب فوائد دائنة بقيمة 3,500,000 دينار. القيد الآخر والقيد الأخير هو قيد استلام مبلغ الفائدة السنوية، راح أثبته من حساب نقدية لدى المصارف بقيمة 3,500,000 إلى حساب إيرادات مستحقة لدى العملاء بقيمة 3,500,000 دينار، وأكيد ما أنسى الدليل المحاسبي. بالنسبة لمحاضرة اليوم مثلت القروض الممنوحة بها 3 مجاميع قيدية. شنو معناتها القروض الممنوحة؟ أن الوحدة الاقتصادية تقوم بإقراضها للغير. واضح؟ محاضرتنا لهذا اليوم انتهت. أي استفسار عن حاضرة؟ شكرا جزيلا.